انا معايا في هذه الاثناء يا امير واحده من رموز نادي الاتحاد وزوجه الكابتن بوبو، حاجه زينب بوبو هتكون معانا. حاجه زينب برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. انا عارف ان الكابتن بوبو بيتمتع بحب كبير جدا عند كل افراد المنظومه الرياضيه، لكن بصفه خاصه الكابتن الخطيب، وانت عندك كلام كتير جدا تقوليه للكابتن الخطيب وعلاقه الكابتن الخطيب بالكابتن بوبو. اولا انا بشكركم على تواجدكم ونورتوا نادي الاتحاد السكندري ونورتوا اسكندريه كلها. طبعا الكابتن الخطيب عايز مجلد عشان اتكلم عليه على اخلاقه وعلى احترامه لزمايله وبالذات كابتن بوبو. يعني رغم ان الناس كانت اخذه فكره ان بوبو كان ستيف قوي وكان بيعمل مشاكل، بس بوبو والكابتن الخطيب كانوا اكثر ناس بيحبوا بعض، واحنا عائليا متواصلين. هو راجل محترم جدا، وانا عمري ما هنساه وقفته معايا في وفاه الكابتن بوبو، ان هو حضر معايا الجنازه واخد معايا العزاء، وكان تعبان وكان ظهره بيوجعه، فقال لي انا هروح بقى. فوجئت بالليل ان هو واقف في الشادر بياخد العزاء، فانا عمري ما هنساه الموقف ده. وانا بحبه ومش بحبه، انا بعشق لورد الكره المصريه كابتن محمود الخطيب. كان منور النهارده النادي، كنت نفسي اقف اتكلم واقول له قدامه الكلام ده، بس هو متواصل معايا على التليفون. وهو اللي كلمني امبارح بالليل وقال لي انا جاي بكره اسكندريه ولازم اشوفك، فانا جيت له رغم ان انا لسه عامله عمليه كبيره قوي، ده يمكن اول مره انزل من شهرين من عملت العمليه، بس ما اقدرش ان الكابتن الخطيب يبقى هنا في اسكندريه وما اشوفهوش. حاجه زينب قلتي لي لعيبه الكوره بالنسبه لي حاجه والخطيب حاجه تانية. طبعا يعني معلش، مع احترامي لكل الاسامي الكبيره، طبعا وقت ما كانوا الناس الكبار دول بيلعبوا كانت اسماء كبيره جدا في النادي، بس انا كان ليا راي تاني ان الكابتن محمود الخطيب ما جابتهوش الكره المصريه لغايه دلوقتي. مع احترامي لكل الاسامي، ومش عايزه اذكر اسامي عشان ما حدش يزعل مني، لكن الكابتن الخطيب حاجه تانيه خالص. ده حد ربنا يحفظه يا رب ويبارك في عمره. لو تفتكري بعض كلمات الكابتن بوبو عن الكابتن الخطيب، كان بيحكي يتكلم عن الكابتن الخطيب يقول ايه؟ كان بيقول لي راجل، هي دي، وكلمه راجل وانسان بتعني حاجات كتير قوي، مش لازم تبقى ليها تفاصيل، لكن كابتن الخطيب انسان، ومش عارفه يعني مهما هوصفه يمكن انا شهادتي تبقى مجروحه لان انا بحبه، واللي بيحب حد دايما ناس بتفتكر ان هو بيجامله، بس انا مش بجامله، هو يستاهل كل خير وراجل مواقف، وانا فرحانه جدا ونفسي ان الناس الاهلاويه كلهم يفتخروا بيه ويبقى رئيس نادي تاني الاهلي مره تانيه ان شاء الله. كلنا بنفتخر بالكابتن الخطيب، والكابتن الخطيب ان شاء الله موجود في رئاسه النادي الاهلي ان شاء الله، وده حاجه تشرف مصر، كفايه اسمه في الدنيا كلها. يعني انت النهارده لما تلاقي مثلا يذكر الكره المصريه بيذكروا ثلاثة اربع اسامي، اولهم الكابتن محمود الخطيب، وده شرف لمصر كلها مش للنادي الاهلي بس. اشكرك يا حاجه زينب. العفو، انا بشكركم على تواجدكم ونورتوا اسكندريه كلها، اهلا بيكم. زي ما سمعت يا امير، ده كان لقاءنا مع الحاجه زينب بوبو. قالت الكابتن الخطيب مش فخر وشرف للنادي الاهلي، ده فخر وشرف للكره المصريه.